شكرا سيدي، انت عارف اني بقدرك ليه. ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فضيله الشيخ خالد موفق، نحسبه كذلك ونزكيه الله. ليه انا قلت هذا الكلام؟ لان انا رايح اتكلم في بدعه. كلنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الاول، صح؟ صح كده؟ في كم ربيع؟ والله ما نعرف. هم بيحتفلوا في 12 ربيع، صح؟ يوم موته. اللي هم ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم له تاريخ ميلاد ولا تاريخ هجرة ولا تاريخ وفاة. غريبة جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرفش تولد امتى؟ لا. هم بيقولوا ان الراجح انه ولد في ربيع، خلي بالك الراجح، الشهر كله راجح، مفيش دليل اصلا. وقيل ولد في رمضان. وفي ربيع بقى اختلفوا. لكن اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الايه؟ الاثنين. احنا نختم بس بالمعلومه دي يعني ان شاء الله مش هنطول عليك. اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. لما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فقال ذاك يوم ولدت ايه؟ ولدت فيه وبعثت فيه او اوحي الي فيه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. يبقى ده يقين ولا ظن؟ يقين. ها؟ يقين. يوم الاثنين في التاريخ، في التاريخ بتوع علماء التاريخ والمؤرخين وكده ما كانش يوم 12 ربيع الاول. يعني دلوقتي هم بيحتفلوا اصلا يوم 12 ربيع يقين عندهم. اليقين انه لم يولد في الثاني عشر من ربيع. ده يقين بقى، العكس بقى. تمام؟ ما كانش يوم يوم الاثنين في عام الفيل. ما كانش 12 ربيع. كان 8 او 7 او 9 ربيع. يبقى دي اول نقطه اصلا، يعني بيقولوا بتوع الكوره ايه؟ اوف سايد. النقطه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا متى ولد، خلاص. طب المفترض ان الصحابه يكونوا عارفين تاريخ هجرته بالضبط. ما فيش نص صحيح صريح الا انه هاجر في ربيع فقط. طيب تاريخ موت النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي مات واظلمت المدينه بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس. والقصه والفهم معروفه. اليوم ده ينسى؟ نسي. تخيل، لا يوجد دليل صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الثاني عشر من ربيع. هدي لحضرتك معلومة كمان جديدة غالبا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، صح؟ العلماء بقى بتوع التاريخ حسبوا ان شهر ذي الحجه اللي كان هو واقف على جبل عرفه في يوم الجمعه، قالوا شهر ذي الحجه وبعدين ربيع محرم وبعدين صفر وبعدين ايه؟ ربيع. حسبوا الثلاث شهور اللي هو ذي الحجه ومحرم وصفر، حسبوهم كانوا 30 يوم، وحسبوهم كانوا 29 يوم، وحسبوهم شهرين 30 وشهر 29، وحسبوهم شهر 30 وشهرين. واخدين بالكم بالحسبه؟ فاهمين مع الحسبة دي؟ كل الحسابات دي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش يوم 12 ربيع. يبقى اليقين انه لم يولد، اليقين انه لم يولد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع. واليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت في الثاني عشر من ربيع، ده يقين مش ظن، خلي بال حضرتك. وعلماء التاريخ بقى منهم اللي هو وعلماء الحساب زي الامام الخوارزمي اللي هو عالم الحساب الكبير، حسابيا وتابعه ابن حزم بالحساب، قالوا مات في الثامن من ربيع. حسابيا باعتبار ايه؟ باعتبار اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفه يوم الجمعه في حجه الوداع، فحسبوا الايام
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين ده كان الثامن من ايه؟ من ربيع. ده على الراجح حسابيا. يبقى كده احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له تاريخ الميلاد، ولا يعرف تاريخ الهجرة، ولا يعرف تاريخ الوفاة اللي كل الصحابة عاشوه، ومع ذلك خفي عليهم وأنساهم الله هذا اليوم. فكيف يكون هذا شيء جائز في الشرع الاحتفال؟ لم يدون، نسي، رفع، ده هذا يقين من الظن. طيب حضرتك هتلاقي كلام كتير بقى يقول لك اصله احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس؟ مين؟ مين على راس الصحابه؟ ابو بكر. هل ابو بكر احتفل او عمر او عثمان او علي؟ لا. طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي او آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك عبد الله بن عباس او الحسن او الحسين؟ لا. طيب انت هتخترع، بتخترع لنا حاجه في الدين، بتجيب لنا بدعه وتقول اصل احنا بنحب النبي. طيب انت لو بتحب النبي اكثر من ابي بكر، لو اعتقدت هذا يبقى انت عقلك في خلل اصلا، مش هقول بقى دينك. لو اعتقدت انك تحب النبي اكثر من علي والحسن والحسين وابن عباس يبقى عقلك في خلل. هم لم يحتفلوا. طب ليه احنا بنؤكد على هذا الامر؟ لان كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فايه؟ فاتبعوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي في الجنه الا من ابى. يعني كلنا يا رب نكون من اهل الجنه جميعا، سندخل الجنه الا من ابى، يعني اللي رفض، اللي مش عايز. فقال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا العريس مباركا، وأن يصب عليه وعلى زوجته الخير صبا صبا، وأن يرزقه ذرية صالحة طيبة. ونشكر شيخنا الذي تحمل هذا السفر وجاء وأمتعنا حقيقة، جزاه الله خيرا. ونشكر باقي المشايخ الدكتور سعد وفضيلة الشيخ خالد وكل الحضور، ونسأل الله أن يتقبل منا وبينكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.